إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. إن المتقين في جنات وعيون، اللهم اجعلنا منهم. طيب مين هم المتقون؟ ايه صفات المتقين او ايه تعريف المتقين؟ يعني اعرف منين الا انا من المتقين ولا لا؟ المتقين هم الذين اتقوا عذاب الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات، لان كلمه التقوى مشتقه من ماده وقى، ووقى يعني ان تجعل بينك وبين الشيء وقايه. فالمؤمن بيجعل بينه وبين عذاب الله وقايه. طيب الوقايه دي مكونه من ايه او يعملها ازاي؟ انه يؤدي الفرض ويترك المحرم. يبقى حضرتك بتؤدي الفرائض والواجبات وبتترك المحرمات، فأنت من المتقين. ثوابهم إيه المتقين؟ إن المتقين في جنات وعيون. الجنات الحدائق في الجنة، والعيون عيون الماء. ادخلوها بسلام آمنين، يعني يقال لهم عند دخول الجنة ادخلوا الجنة سالمين. سالمين من ايه؟ وآمنين من ايه؟ سالمين وآمنين من اهم شيء، وهو من عذاب ربنا عز وجل، وده اعظم ما يكون للمسلم. ادخلوها بسلام آمنين، آمنين من عذاب الله عز وجل، وسالمين من الآفات والأمراض والأحزان وكل ما يسبب كدر العيش. ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني ايه غل؟ ما معنى الغل؟ الغل اللي احنا عارفينه، الحسد والضغينة. فسبحان الله العظيم، اهل الجنة ما فيش بينهم لا حسد ولا ضغينة ولا غل، لان الله ينزع ذلك. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فأهل الجنة يكونون إخوانا متحابين متآلفين، ليس بينهم حسد ولا غل ولا ضغينة. على سرر، إيه هي السرر؟ السرر جمع إيه طيب؟ سرر دي جمع، مفردها إيه؟ سرير. السرير اللي احنا عارفينه، بس طبعا سرير من سرر الجنة له من الجمال والفخامة الشيء الكثير. فسرر جمع سرير، سرير من سرر الجنة، قاعدين على السرير، ومش كل واحد باصص في قفا اللي قدامه، لا، متقابلين شايفين بعض، وده من التآلف والتواد والتحاب. كلمة قفا دي قالها الإمام مجاهد، قال: لا ينظر أحدهم إلى قفا أخيه، بل هم شايفين بعض متقابلين قدام بعض. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. النصب اللي هو إيه؟ التعب. مفيش تعب في الجنة، مفيش زهق في الجنة، لأن بعض الناس يقول لك طب ما زهق، مفيش زهق، لأن الملل ده مش هيكون موجود أصلا. يعني احنا في الدنيا لما بتعمل الشيء كذا مرة بتمل منه، الموضوع ده مش موجود في الجنة. هتفضل تعمل الشيء مليون مرة ولن تمل، لأن الملل ينافي النعيم الذي وعد الله به. ففكرة الملل نفسها مش موجودة، لأن المسلم في الجنة منعم وفي هناء وفي سعادة، بعيد عن أي شيء يكدر عيشه. وما هم منها بمخرجين، ودي من أهم الحاجات طبعا، إن سيادتك تفضل خالد مخلد في الجنة. ويا حسرة من ضيع
نعيم الجنة بسنوات معدودة من عمره. هتعيش قد ايه؟ هتعيش 80 90 100 سنة. 100 سنة دول يساوي قد ايه امام يعني اللانهائي من السنوات؟ مفيش مقدار معين وينتهي عندها الجنة او الخلود في الجنة، ده عمر دائم متواصل ابدي. ولذلك قال احد السلف: لو كانت الجنة خزف، يعني حاجة مش حلوة قوي، يبقى والدنيا ذهب يفنى، لكان على العاقل ان يختار ايه، اللي يبقى ولا اللي يفنى؟ اللي يبقى. يعني لو الجنة يا اخوانا اوحش من الدنيا، الدنيا احلى من الجنة، متخيل؟ بس الجنة باقية هتعيش معاك على طول، او انت هتعيش فيها على طول، والدنيا الحلوة دي هتفنى. يبقى الواحد مع ذلك هيعمل للجنة عشان يبقى ما يموتش. فما بالك والجنة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى. لا، يعني الجنة أحلى من الدنيا، والجنة كمان بتبقى وتدوم. يبقى العاقل يختار الجنة وما ضيعش عظم الجزاء في الجنة بسبب شهوات الدنيا وما هم منها بمخرجين، يعني لا يخرجون من الجنة لأنهم خالدون مخلدون فيها بفضل الله عز وجل.